عندك شوف حاسدك تقتله بالنجاحات، الحاسد تاعك اللي يحسد فيك اقتله بالنجاحات، زيد له نجاح بور نجاح نجاح حتى يعيا يولي يلهث وحده يعاود يولي. ولذلك يقولوا باختصار يعني باش نروحوا لموضوع اخر، يقول الشاعر اصبر على كيد الحسود فانك قاتله، لان فان النار تاكل فان فان الجل فان النار تاكل بعضها، فان الحاسد ياكل بعضه ان لم يجد ما ياكله. اذا النار كي تاكل واش دير؟ اذا ما لقيت واش تاكل حطب وكذا تاكل بعضها وتموت وحدها. هكذا الحسود هكذا دير له، خليه يصبر عليه فانه يموت، وتغذيها كي تبدا ترد عليه وكذا تبدا تغذي فيها، وكانك تمد له في الحطب يزيد يطلع، وتبعث له فلان قول له لا يزيد يطلع. خليك ومشي في طريق الله تبارك وتعالى. وإياك إياك إياك أن تحسد إنسان على نعمة أعطاها الله عز وجل له، والله غير من أعظم الخسارة في حياتك وفي أخلاقك إنما هو الحسد. دير في بالك باللي ما تغتابش حتى تحسد، كي تحسد إنسان تبدأ تغتاب فيه، وما تطيحش قدر الناس حتى تحسدهم، وما توشيش بالناس حتى تحسدهم، وما تديرش النميمة حتى تحسد، لأن النمام هو إنسان يحسد في علاقة جميلة بين اثنين، يشوف زوج ما شاء الله ولا جماعة ما شاء الله يدخل يفتتها ويفتكها. لماذا؟ لأنه يحسد هذاك المنظر هذاك. يقول العلماء قلب الحاسد قلب إبليس، الحاسد قلبه قلب إبليس، نسأل الله السلامة والعافية. كاين غيرة تقعد عند حدها، البشرية في المرأة عند حدها، أنت يا عجوزة وليدك تزوج انت اجاتك الغيره، شغل تفكرت ايامات كنت صغيره وكذا وعروسه جديده وكذا وليدك ويديها تعشى، جاتك غيره شويه، هذيك الغيره خليها في الحدود نتاعها، غير تتجاوزي حدود الله تولي حساده. وهكذا الاحوال، وعلى هذه المساله قيس نتايا، قيس على هذا الامر هذا. اذا لا تحسدوا ولا تباغضوا. البغض اخواني الكرام علاش حرام علينا؟ علاه، لان البغض هو ابتداء، هو السبب كل الشر راح تشوفه مني. كي نبغضك واش معناتها؟ نكشر وجهي في وجهك، ما نقولكش السلام عليكم، ماذا بيا كان تخلط فيا نسبك، بالك نضربك، بالك نتكلم فيك، وماذا بيا حاجه ما تجيك. البغض داخل فيه الحسد يدخل في البغض كذلك. ولهذا التسلسل النبي عليه الصلاه والسلام احيانا يذكر لنا خلق داخل في الخلق الذي بعده. انت كي تبغض الناس راح تحسد، ولهذا الحسد سبب البغض والبغض سبب الحسد، هذا مهم لازم تفهمها. فهم متلازمان، ومنهم يجي الشر، هذاك الشر تلقى واحد يهضر فيك هذا ماهوش حاب لك الخير. احيانا انسان ما درت له والو، نتايا ما درت له والو ما درت له يبقى